اللي في الصورة دي اسمها نجلاء نعمة الله سعيد. قصتها أكبر مثال على الانتقام بسبب الغد والحقد والغيرة وللأسف عدم الثقة في كل الناس. وقصتها بدأت برسالة على الفيسبوك. 2017 نجلاء طالبة جامعية من كفر الدوار وحقيقي بتحب الخير وكانت بتساهم في كل أعمال الجمعيات الخيرية لمساعدة المحتاجين، وكل اللي كان محتاج مساعدة كان متأكد إن الحل هيكون عند نجلاء، وده السبب اللي خلى كل اللي يعرفها يحبها، لحد ما تجيلها رسالة على الفيسبوك ودي كانت البداية لدخول الشيطان لحياتها. نورهان جميل، بنت شكلها فعلا جميل لكن كان عندها إحساس بالنقص دايما، وكانت معجبة بكل حاجة بتكتبها نجلاء وكل ردود الفعل من الناس على تصرفاتها في الخير. فقررت نورهان إنهم يبقوا أصحاب وبعتت رسالة لنجلاء تطلب منها تقبلها صديقة، تحديدا إنها ساكنة جنبها وفي نفس السن تقريبا، ولأن نجلاء كانت بسيطة وروحها حلوة وافقت على طول. وبدأت نورهان تعرف تفاصيل أكتر عن نجلاء وطلبت منها إنهم يتقابلوا، ومع أول مقابلة ليهم بقوا أصحاب واستمرت علاقة الصداقة دي لمدة 5 سنين. وخلال السنين دي قدرت تعرف إن نجلاء برغم ظروفها المادية المتواضعة إلا إنها كانت بتعتمد على نفسها علشان تقدر تجمع مصاريف الدراسة، واشتغلت سكرتيرة في واحدة من أكبر عيادات العيون في مول ومركز تجاري وطبي معروف جدا في كفر الدوار، وكانت بتقدر من خلال شغلها ده تحقق دخل مادي كويس جدا بالنسبة لها، لدرجة ان نجلاء كانت بتعمل اعمال خير كتير جدا من الفلوس دي، وكل البنات اللي في المول التجاري ده كانوا اصحاب نجلاء وبيحبوها جدا وبيثقوا في رأيها جدا، وكانوا بيعتمدوا على بعض في الشغل لو حد فيهم حصل له مشكلة او عنده امتحانات، لان اغلبهم كانوا طلبة جامعيين فكانوا ممكن يشتغلوا مكان بعض علشان محدش فيهم يحصل له مشكلة في مكان شغله. وبرغم اتفاق كل اصحاب نجلاء على حبهم ليها الا انهم برضو كانوا كلهم متفقين على انهم مش مرتاحين لنورهان، وكانوا كل ما بيقولوا الكلام ده لنجلاء كانت بتدافع عنها جدا وكانت بتقول لهم انها غلبانة وطيبة جدا وانها بتقف معاها في مواقف كتير، ومع ذلك مفيش حد كان مرتاح خالص ليها. والحقيقة نورهان كانت ممثلة قوية جدا وقدرت تقنع نجلاء انها اكتر واحدة في الكون بتحبها وبتخاف عليها وعلى مصلحتها، وهي في نفس الوقت كانت بتراقب كل التفاصيل الخاصة بنجلاء خلال 5 سنين دول. وبدأت نورهان تحاول تخلق مشكلات بين نجلاء وأصحابها وتحاول تقول لها إنهم بيحقدوا عليها وإن مفيش حد بيتمنى لها الخير إلا صاحبتها الوحيدة نورهان، ونجلاء للأسف كانت مصدقاها وكانت بتعتبرها أختها، لدرجة إن أقرب صديقة لنجلاء كانت دايما بتحاول تنبهها من نورهان وتقول لها إنها مركزة معاها في كل التفاصيل، لكن نجلاء ما كانتش بتصدق أي كلمة على نورهان. في نفس الوقت ده نورهان كانت مركزة في الدخل المادي اللي بتحققه نجلاء في العيادة، وكمان كانت مركزة في الدخل المادي اللي بتحققه العيادة بشكل عام، ولأن الدكاترة كانوا بيثقوا في نجلاء جدا فكانوا بيسبوها هي اللي تنظم كل الحسابات الخاصة بالعيادات بتاعتهم لأنهم كانوا واثقين فيها جدا. ونورهان كانت مركزة كمان إمتى بيتم تحصيل كل المبالغ المالية الخاصة بالعيادات، وكمان كانت مركزة في الجمعيات اللي كانت نجلاء بتعملها مع أصحابها اللي كانت بتجمع منهم فلوس كل شهر وتدي لكل واحدة فيهم مبلغ مالي كبير يقدر يسد احتياجاتهم. نورهان كمان كانت مركزة مع نجلاء إنها كل ما بتقدر تكون مبلغ مالي كانت بتروح تشتري قطع الذهب علشان تحافظ على فلوسها وما تصرفهاش، وطلبت نورهان من نجلاء إنها تشوف لها فرصة عمل معاها في العيادة أو على الأقل تساعدها في إنها تلاقي فرصة عمل في أي عيادة من اللي حواليها. وبالصدفة كان نجلاء عندها امتحانات في الجامعة في نفس الوقت بالظبط، فعرضت عليها نورهان إنها تشتغل مكانها طول فترة الامتحانات واللي كانت مدتها شهر كامل، وفعلا وافقت نجلاء وبدأت نورهان تشتغل مكانها في العيادة لمدة شهر.
الشهر، والموقف ده كان مضايق أصحاب نجلاء جدا. إزاي تعتمد على صاحبتها اللي لسه عارفاها من قريب وما تفكرش تقول لولا واحدة فيهم على إنها تيجي مكانها في العيادة؟ كل اللي فات ده كان تركيز نورهان القوي جدا مع نجلاء في كل الدخل المادي الخاص بنجلاء. ونبدأ مرحلة تانية من القصة لها علاقة بالحقد والغيرة. نورهان كان عندها حقد داخلي قوي جدا من نجلاء بسبب حب الناس ليها وكره الناس لنورهان، وبسبب كمان حب واحترام الدكاترة لنجلاء. وبدأ الحقد ده يزيد عندها لما نورهان عزمت أصحابها على خطوبتها، فاكتشفت إن مفيش ولا حد حضر الخطوبة إلا نجلاء. وفي نفس التوقيت ده كانت نجلاء تعرضت لأزمة صحية، ولما قررت إنها هتروح لها البيت زيارة علشان تطمن عليها، اكتشفت إن كل أصحاب نجلاء واللي هم في نفس الوقت أصحابها كلهم موجودين وملمومين حوالين نجلاء وبيساعدوها كل يوم. فبدأ الحقد والغيرة والطمع يخلوا نورهان يطلعوا الشيطان اللي جواها، لحد ما وصلنا سنة 2021. نورهان كلمت واحد اسمه مصطفى وهو على علاقة قرابة بس من بعيد شوي، وقالت له ان نجلاء بيكون معاها فلوس كتير جدا في شنطتها بسبب الجمعيات اللي بتعملها مع اصحابها وبسبب الفلوس اللي بتلمها علشان الاعمال الخيرية. وقالت له كمان انها بتكون لابسة كميات ذهب كتيرة وانها معاها 2 موبايل غاليين جدا، فعايزة مصطفى يساعدها انهم يسرقوها ويقتلوها. ولان من الواضح ان العيلة كلها واطية، فمصطفى وافق على طول وطلب ان ياخد نصيبه من السرقة. ونورهان وافقت طبعا على الطلب البسيط ده، وبدأوا يحطوا الخطة تحت اشراف نورهان لانها على علم بكل التفاصيل. الخطة الاولى ان نورهان هتحط منوم في العصير لنجلاء، ومجرد ما تشرب العصير وتنام مصطفى هيعدي عليها ومعاه واحد صاحبه يمتلك توك توك، وهيركبوا نجلاء وهي نايمة ويطلعوا على منطقة بعيدة ومقطوعة ويقتلوها هناك ويسرقوها ويرموها في أي حتة، ويقسموا حصيلة السرقة دي عليهم هم التلاتة. المهم اتفقوا على يوم تنفيذ الخطة، وقبل ساعة بالظبط من ميعاد التنفيذ مصطفى بلغ نورهان انه صاحبه اللي يمتلك التوك توك كلمه واعتذر له وقال له انه مش عايز يشارك معاهم في الخطة دي وانه منسحب. فمصطفى طلب منها انهم يأجلوا الموضوع لحد ما يوصلوا لخطة تانية، والموضوع ده ضايق نورهان جدا، وقعدت لمدة شهرين تطلب من مصطفى انه يتصرف لها في خطة بديلة، لحد ما مصطفى كلمها وقال لها انه لقى الخطة البديلة وانه هيعتمد على واحد اسمه محمد وهو برضو قريبهم من بعيد، وانه اتكلم مع محمد وان محمد وافق يساعدهم في مقابل انه ياخد مبلغ مال. افتكروا ان قلتلكم قبل كده العيلة دي واطية، والخطة كانت كالتالي: ان العملية كلها هتتم داخل العيادة اللي شغالة فيها نجلاء واللي نورهان اشتغلت مكانها فيها، وده هيسهل العملية على نورهان لان دخولها او خروجها من المول الطبي هيكون شكله عادي جدا قدام كل الناس لانها دائمة التردد على المكان ده بشكل مستمر، وان محمد ومصطفى هيدخلوا المركز الطبي على اعتبار انهم هيحجزوا كشف اي عيادة. ونورهان لما عرفت ان نجلاء هتكون لوحدها في العيادة بسبب ان الدكتور اعتذر لها عن الحضور في اليوم ده، فقررت انها تنفذ العملية في نفس اليوم، والبداية هتكون برضو من خلال منوم. واول ما نجلاء هتشرب العصير اللي فيه المنوم، مصطفى ومحمد هيطلعوا بسرعة على العيادة ويساعدوا نورهان انهم يسرقوا ويقتلوا نجلاء. لكن للأسف الخطة كانت هتبوظ، لان نجلاء رفضت تشرب العصير اللي عملته لها نورهان وقالت لها انها مش قادرة تشرب اي حاجة دلوقتي خالص. فقررت نورهان تغير الخطة في نفس الوقت وبلغت مصطفى على الواتساب انها هتمثل انها وقعت وداخت في الحمام وان نجلاء هتجري عليها علشان تلحقها. في نفس التوقيت ده مصطفى ومحمد هيدخلوا العيادة بسرعة ويسيطروا على نجلاء وينفذوا العملية، ومصطفى وافق على الخطة الجديدة. وفعلا نورهان عملت كده، واول ما نجلاء جريت عليها على الحمام علشان تلحقها اكتشفت ان مصطفى واقف وراها، واول ما مصطفى حس انها هتصرخ وصوتها هيعلى كتم نفسها وقلعها الحجاب
الحجاب وخنقها بيه، وفي نفس التوقيت محمد قفل باب العيادة، ومصطفى قعد يخبط راس نجلاء في الأرض لحد ما فقدت الوعي تماما، وكانت بتستنجد بنرهان علشان تلحقها، إلا إن نرهان دخلت المطبخ وجابت سكينة وضربتها في رجليها وضربتها في راسها، ولما تأكدوا إنها ماتت تماما سرقوا كل الفلوس اللي في الشنطة وسرقوا كل الذهب اللي معاها وسرقوا الموبايلات، وبعدها كسروا كل كاميرات المراقبة وقطعوا كل الأسلاك اللي واصلة بيها علشان محدش يشوف أي حاجة من اللي حصل، ونرهان تفتح باب العيادة وتنزل بشكل طبيعي، وبعدها محمد ومصطفى ينزلوا بس كل واحد لوحده. وبعد نص ساعة بالظبط أصحاب نجلاء اللي في المول يلاحظوا إن نجلاء ملهاش أي صوت، فيدخلوا عليها العيادة علشان يلاقوها مرمية على الأرض ميتة في الحمام، يبدأوا يصرخوا من المنظر وكل الناس اللي في المول يتلموا، ولأن المول فيه دكاترة كتير فالدكاترة دخلت بسرعة وكشفت على نجلاء وأكدوا للناس إنها توفت، والدكاترة تطلب من كل الناس إنها تخرج برا العيادة ومحدش يلمس أي حاجة لحد ما رجال الأمن يوصلوا. رجال الأمن والمعمل الجنائي أول ما يوصلوا يكتشفوا إن كاميرات المراقبة كلها مكسورة، ويكتشفوا إن شنطة نجلاء مسروقة، وإن الذهب اللي لابساه كله مش موجود، فيعرفوا إن حصل هجوم عليها بهدف السرقة، وبدأ رجال المعمل الجنائي في رفع البصمات من جوه العيادة، وفي نفس التوقيت تفريغ كل كاميرات المراقبة اللي جوه المول واللي على الشارع بره، ويبدأ التحقيق بشكل مباشر ويتم إرسال جثة نجلاء للطب الشرعي. وأثناء ما رجال الأمن بتسأل الشهود لاحظوا إن واحدة من صحبات نجلاء قالت لهم إنها شافت نرهان نازلة على السلم وشكلها مش طبيعي، والغريبة إنها جت زيارة لنجلاء في يوم وهي عارفة إن الدكتور مش موجود وإن احتمال بنسبة كبيرة تكون العيادة مقفولة. ولما الأمن سأل على نرهان عرفوا إنها من أعز أصحاب نجلاء وإنه صعب جدا يكون عليها أي شبهات، لكن الحس الأمني عند رجال الأمن دايما بيكون له رأي تاني، وخلال ساعات قليلة يتم فحص كل كاميرات المراقبة ويتم التعرف على محمد وعلى مصطفى اللي تزامن وجودهم في المول مع تزامن الجريمة، واكتشفوا بعد الكشف عليهم إنهم قرايب نرهان. ورجال المعمل الجنائي بعد مطابقة البصمات اكتشفوا إن البصمات اللي موجودة برضو بصمات نرهان، وفي فجر اليوم التاني على طول يتم القبض على التلاتة، وصدمة كبيرة لأهل نجلاء ولكل أصحابها إن نرهان صاحبتها واللي كانت بتعتبرها أختها هي اللي عملت فيها كده، وبعد التحقيقات يتم إصدار حكم الإعدام على نرهان وعلى مصطفى، والسجن 15 سنة على محمد لعدم بلوغه السن القانوني لأن كان عنده 17 سنة. لكن المهم مهما كانت شكل العلاقة أو الصداقة خلي بالك كويس واختار اللي شبهك، ولو اللي حواليك حذروك من إنسان معين اسمع كلامهم. سلام عليكم.